ال 1 نيوتن 1 نيوتن ايكوال 100 جرام. طب يبقى كام نيوتن يطلع لك بقى 200 جرام؟ يبقى اكيد 2 نيوتن. 2 ايه نيوتن؟ هعمل كروس مالتيبيكيشن واجيبها. السؤال اللي بعده يلا اياد معتز. أمس a body of mass 10 kilogram on Earth find its weight on Earth in which مستر بيجي mass by mass by 10 يعني equal 10 by 10 equal 100. هو بيقول لك body mass equal 10 grams on the Earth surface finds its weight on the Earth surface. خلي بالنا يا ولاد هنا ما طلبش الويت اون مون، لازم اكون برضو مركز. ما طلبش الويت اون مون، طلبه on Earth surface على الأرض. فساعتها اقول له ايه؟ الويت ايكوال ماس باي 10. الماس 10 كيلو جرامز، هنا بقى بالكيلو عادي خالص مفيش تحويل، تايمز 10 يطلع فيها 100 نيوتن. برافو عليك يا اياد. لو فصل يا جماعه ندخل على نفس اللينك مره ثانيه. يطلع فيها 100 دي نيوتن. يلا السؤال اللي بعده ادم. CO2 gas is used in extinction fire. Extinguishing fire. Because CO2 is doesn't burning and it doesn't help in burning. تمام برافو عليك. Because طبعا CO2 gas. Because CO2 gas doesn't burn. And يا ولاد doesn't. يبقى واحنا بنذاكر يا اولاد السؤال نفسه، السؤال نفسه نعتبره كانه سؤال بيتذاكر. يعني كربون دايكسايد يوزد ان، ممكن اقول له فاير اكستنجويش، تقول لي في الامتحان كده منشن وان يوز فور كربون دايكسايد، اقول له بقى ميكينج دراي ايس، فاير اكستنجويشر، صح ولا لا؟ سوفت درينكس، كل الكلام ده. ادي استخدام من الاستخدامات. السؤال التالي ليه بقى يبقى دازنت بيرن اند دازنت هيلب ان بيرنينج. طب سكال جوينت ار فروم اميفيبل جوينت بيكوز ات دازنت الاو اني موفمنت، ما بيسمحش باي حركه، وبرضه يعتبر سؤال تشوز او كومبليت. سكال جوينت ار فروم، وتختار انت كلمه او تكتب كلمه immovable joint. خلاص يا ولاد. السؤال اللي بعده يلا اسراء. ايه السؤال؟ A form of energy transfer from the higher temperature. اولا مش فروم، هي فورم. خلي بالك عشان هتفرق. فورم اوف انرجي. فورم يعني ساوند، لايت، هيت، اي حاجه بقى. فورم اوف انرجي ترانسفير فروم higher temperature object to the lower temperature object. مين الساينتفك تيرم ده يا اسراء؟ مين الانرجي اللي بتتنقل من الهاير تمبريتشر اوبجكت تو ذا لوور تمبريتشر اوبجكت؟ يعني انت بتسلمي على زميلتك وايديكي سخنه وهي ايديها بارده اهو، تمام؟ فانت الحراره تتنقل من ايدك تروح لمين؟ لايديها، صح ولا لا؟ هي تقول لك خليني ماسكه ايديكي شويه عشان تسحب منك الحراره. يبقى مين اللي بتتنقل من الهاير تمبريتشر اوبجكت تو ذا لوور تمبريتشر اوبجكت؟ انا قلتها في الكلام اهي. مين اللي بتتنقل؟ لو المعلقه انت حطها على البوتاجاز كده المعلقه انت حطها على البوتاجاز وسخنه، يعني مثلا حرارتها مثلا دلوقتي 70 ولا 80 ديجري، وانت ايدك مثلا 15 او ايا كان التمبريتشر بتاعتها، ولمست المعلقه، التمبريتشر تتنقل او الهيت انرجي تتنقل من فين لفين؟ من السبون تو يور هاند، صح ولا لا؟ من الهاير تمبريتشر اوبجكت تو ذا لوور تمبريتشر اوبجكت. اصل المستر عندنا في الفصل عملها ثيرمومتر. لا ملهاش علاقه بالترمومتر خالص. لا انت تلاقي فيها حاجه في السؤال انت اصلا غلطانه فيه. اكيد المستر مش هيعمل دي ترمومتر يعني. الفورم اوف انرجي ترانسفير فروم هاير تمبريتشر، مين الفورم اوف انرجي اللي بيتنقل من الهاير تمبريتشر اوبجكت ذا لور؟ اكيد هي هيت انرجي. هيت انرجي. اما التمبريتشر ايه هي؟ فاكر الديفينيشن بتاع التمبريتشر؟ ذا ديجري. مين فاكر التمبريتشر بتاع الديفينيشن بتاع التمبريتشر يا ولاد؟ انا سبنت باي تمبريتشر. قولي يا جمانه. It is the degree of hotness of a body. تمام برافو عليك. قول تاني يا سراء كده. هي التمبريتشر. It is the degree of hotness or coldness of body. برافو عليك. It is the degree of hotness or coldness of body. يعني درجة سخونة أو برودة البطن، دي التمبريتشر بتاعها. صح كده؟ يبقى الفرق بين التو ديفينيشنز دول.
ده form of energy transferred from higher temperature body to the lower. يبقى heat energy. Number two, يلا يا إبراهيم. The layer that consists three oxygen atoms O3 and protect the earth from harmful radiation, ozone layer. برافو عليك. Ozone layer. حد يكتب جاز ساعتها. لأنه قال لي في بداية الكلام. خد إجابتك من بداية الكلام. The layer. عفوا لو قال لك the gas that consists of three all ozone gas. هاخد من أول الكلمة هو بيبدأ لي. The layer that consists of three oxygen atoms يبقى ozone layer. اتفقنا؟ طيب يلا يا جمانة. It lies at the back area of the brain below two hemispheres, the cerebellum. برافو. Lie at the back area of the brain. موجودة في المنطقة الخلفية للمخ يا ولاد. ادي طبعا التو هيمسفير اهي وادي اللي هنا السيربيلم ودي طبعا السيربرم وادي السيربيلم. طب وات ذا فانكشن اوف السيربيلم يا جمانة؟ keep the balance of the body during movement. برافو عليك. keep the balance of body during movement. ده مين؟ السيربيلم. ركز يا ولاد تاني. lie at the back area of the brain. في الجزء الخلفي من المخ تحت below the hemispheres. اللي هما التو هيمسفيرز اللي هما السيريبرم. مين هي؟ السيريبيلم. برافو يا جمانه. يلا اياد معتز. مع حضرتك يا مستر ثانية بس. The slow union between O2 oxygen and element in presence of major rusting. Oxidation ممكن الاكزامبل بتاعها الراستنج. الاكزامبل الراستنج تمام. لكن ذا سلو يونيون او سلو كومبينيشن اتحاد بطيء. اهم كلمه سلو دي بين اوكسجين اند اليمنت ان ذا بريزنس اوف مويست اير او مويستشر اللي هي الرطوبه يعني. يبقى اقول له مين ده؟ اوكسيديشن. امال ايه لو كان قال لك رابيد كومبينيشن او كومباشن اور بيرنينج. برافو عليك. كومباشن اور بيرنينج اللي هو الاحتراق. الاحتراق انا بمسك مثلا فحمه فحم كول وبحرق. هل هياخد مني وقت؟ لا هيولع على طول. لكن الاكسديشن لا يا مستر. الاكسديشن طبعا سلو كومبينيشن تفاعل بطيء. لحظه يا ولاد كمل. حاضر يا مستر. ذا سلو يونيون بتوين اوكسجين يبقى خلاص لو كان رياكشن بطيء يبقى اكسديشن. لو كان سريع لو قال لك رابيد يبقى اقول له ايه؟ كومباشن. هنفرقه سؤالين مهمين. اوكي جيلي كومبير بين اوكسيديشن اند كومباشن. هقول له الديفينيشن ده. الاوكسيديشن ات سلو رياكشن او سلو يونيون بين اوكسجين اند اليمنت ان ذا بريزنس اوف مويستشر في وجود الرطوبه. اما الثاني رابيد كومبينيشن بين اوكسجين اند اليمنت بروديوسز هيت اند لايت. ويطلع لي هيت ولايت. اتفقنا؟ طيب بعد اياد معتز. يلا يا ادم ثانيه واحده نجيب بقى موديل ثاني. يلا هتحلوا انتوا بقى موديل 3 لوحدكم. ابدا يا اد. Materials that don't let heat follow through cold bad conductor of heat or insulator. برافو. Materials طبعا don't let heat to flow through اكيد هم الباد كوندكتورز. بس طبعا لازم تبقى كامله بقى. باد كوندكتورز اوف هيت او اكتف هيت insulator. Heat insulators. اتفقنا؟ برافو يا ادم. Give me examples. Heat insulators. Wood, glass, air. تمام. Wood, glass, air, plastic. كل الكلام ده. برافو عليك. يلا يا كرولوس. Number two. Heat is responsible for involuntary action. ميدالا بلونجيتا is responsible for involuntary movement or involuntary actions اللي هي الحركات اللا إرادية. Why A is responsible for body balance. دي طبعا حولناها. السيريبيلم. السيريبيلم. برافو عليك. تمام. السيريبيلم. اللي بعده. تمام يا كرولوس. Skull from movable joints while shoulder or thigh or rest from freely movable joints. برافو عليك. طبعا ال skull from immovable joints while the shoulder او thigh او rest
from freely movable joint. Shoulder أشهرهم طبعاً الشولدر اللي هو كتفنا يعتبر freely movable joint يعني بيتحرك بحرية. Freely movable joint. تمام. يلا جوانا بتخصص البروبلمز انت. ها. If the weight of iron ball is 200 newton, though it's so its mass equal. أنا أسفة إني بخرج بس النت. ماشي يا سعد تمام مفيش مشكلة. يلا يلا جوانا. So its mass. لو عايزين الماس هيبقى weight divided 10 هيبقى 200 divided 10 هتبقى 20 كيلوغرام. برافو. طبعا الترينجل ده يا جماعه يريحنا خالص. لو انا عملت الترينجل ده كده احنا عارفين ان الويت فوق ماس باي 10 اهو. طب هو المره دي طالب مني قال لي if the weight of iron ball 200 نيوتن هو بيديني الويت so its mass equal عايز الماس اخبيها مين فوق الويت ديفايدد 10 راح قايله كده الماس ايكوال اللي انت عايزها ويت ديفايدد 10 الويت اوف بودي بكام هو قال لي ب 200 ديفايدد 10 زي ما قالت جمانه كده يطلع فيها 20 ايه يا جمانه اليونت بتاعتك 20 كيلوغرام 20 كيلوغرام برافو عليك اتفقنا في الماس دايما في الرول دي او في القانون ده بالكيلوغرام يبقى 20 كيلوغرام برافو جمانه يلا يا اسراء عشان ندعي عليكي كنت انت ورا. A body weight on Earth 16 newton. تمام. So its weight on moon equal. هنعمل ايه؟ انا مديكي ال weight on Earth 16 newton. So its weight on the moon equal لما يطلع الراجل ده على القمر بقى. عارفين لو الماس ما كناش كنا نختار نفس الرقم. لان الماس doesn't change لكن هنا الويت هنعمل ايه يا جمانه يا قصدي يا اسراء هعملها باي 1 اوفر 6 تمام برافو عليك يعني اقول كده الويت اون مون اللي انت عايزها الويت اون مون ايكوال المفروض اكتب له كده ويت اون ايرث يعني اكتب له زي قانون كده ويت اون ايرث ديفايدد 6 او تايمز 1 اوفر 6 الاثنين صح شوف انت متعود على ايه تايمز 1 اوفر 6 هي معناها ديفايدد 6 تمام فجمال فاسراء قالت يا مستر يعني انا هكتب الويت اون ايرث اللي هو 6 نيوتن ده ديفايدد 6 او تايمز 1 اوفر 6 هي هي الاله هتطلع لك نفس الرقم هيطلع فيها كام؟ هيطلع فيها 10 نيوتن يبقى انا لما اجي اختار هختار 10 نيوتن 10 نيوتن اتفقنا؟ حاجة صعبة يا جماعة؟ حد مش فاهم؟ طيب يلا يا اياد معتز. From the substance which are back conductor to a conductor of heat are iron, glass and wood. برافو عليك glass and wood are from substance or materials which are bad conductors of heat. برافو يا اياد تمام. بعد اياد ادم. يلا يا ادم. The weight of a person in a balloon in a central height from the air's surface equal 60 newton. What يلا is يلا. The weight? 60 يعني عديت لك 7 ها ماشي. What is the weight of the person on the air's surface? ايوه 71. ليه اخترت 71؟ عشان الجرافيتي والويت انكريز الجرافيتي لما بينزلوا تحت في الارض in center of the earth the gravity and the weight increase فما فيش حاجه اكبر من 71 تمام برافو عليك صح يا ادم يعني ادم يا ولاد قصدي يقول ان يا مستر الراجل دوت متعلق في بالونه من فوق متعلق في الباراشوت ده اهو وهو متعلق كده اكيد الديستانس ما بينه وما بين السنتر اوف ايرث مالها more than the distance between the center of earth and the person on the earth surface يعني المسافه ما بينه وبين مركز الارض اكبر من المسافه ما بين شخص تاني على الارض بقى على earth surface فمين عنده higher weight اكيد اللي على الارض لان هو ايه nearer to the earth center اقرب لمركز الارض لكن الراجل ده farther to the earth center ابعد عن مركز الارض فمين هيبقى عنده هو الراجل نفسه هو كان على الارض 70 نيوتن لما طلع في الباراشوت دوت هيبقى وزنه كام
سوري هو كان في البالون 70 سوري انا العكس هو كان في البالون 70 لما ينزل على الارض المفترض يكون الرقم اكبر ليه لان انا لما انزل على الارض اكيد الويت بتاعي هيزيد لان انا هكون اقرب يا مستر للسنتر اوف ايرث يعني فين الرقم اكيد اختار رقم اعلى من ال 70 يبقى 71 نيوتن واصله يا جماعه فاهمينها طب لو كان العكس لو كان على الارض ب 70 كنت لما اجي اختاره فوق اختار رقم اقل من ال 70 ساعتها هيديك كل الارقام اعلى من 70 ما عدا رقم واحد هيكون اعلى حد مش فاهمها تمام لا طيب. مش فاهم ماشي يلا يا كرولوس السؤال ده زي اللي كان موجود في المسابقه The mass of half liter of water equals 50 gram. برضو مصمم تغلط يعني mass of half liter يعني انا شرحتها من 10 دقائق او من ربع ساعه ولا اكتر ال mass of half liter of water 50 grams هو اللتر ال mass of 1 liter of water كام يا كارلوس؟ سوري 500 جرام خليك بس معايا بقى لا خليك معايا هو ال one, mass of 1 liter of water يعني كام قد ايه كيلو جرام؟ 1 كيلو جرام ولا 2 ولا 3 ولا ايه بالظبط؟ 1 مش ده كان الديفينيشن بتاع كيلو جرام او صح كده الكيلو جرام از ذا ماس اوف 1 لتر اوف ووتر كويس؟ طب الكيلو جرام يعني كام جرام؟ يعني معناه 1000 جرام لقينا من شويه فالماس اوف هاف لتر اوف ووتر نص لتر ميه نص لتر هيبقى كام؟ 500 جرام خلاص يا ولاد؟ تمام يا كرولوس ما نتلخبطش في حاجه زي كده تاني السؤال اللي هي لسه متقالة يلا يا إسراء The mass of object in the earth's surface in the same as, as on the moon surface because the mass doesn't change برافو عليك هو بيقول لك ليه الماس of object on the earth's surface is the same on the moon surface زي المون بالظبط هقول له because mass doesn't change change from place to another. خلاص يا ولاد؟ Because mass doesn't change from place to another or by changing the place. تمام يا إسراء؟ يلا يا إبراهيم. The water level in cylinder rises up with one of the five when the candle puts off. عارفين التجربه بتاعت الكاندل اللي كنت بحطها في حوض كده فيه ميه كده وبغطي كده بسلندر بعد شويه الاكسجين از كونسيومد يعني كونسيومد بيستهلك فالشمعه بتطفي والاكسجين اللي هنا خلص ليه بقى الميه بتطلع لفوق شويه 1 اوفر 5 من الكام من السلندر دي يا اياد الميه عملت ريبليس لمين؟ حلت محل مين؟ الاكسجين ايوه ما هو الاكسجين نقص من السلندر دي لان الكومباشن استهلكه كونسيوم ات فالاكسجين نقص طب ما هو الاكسجين الفوليوم بتاعه كام؟ 1 اوفر 5 فروم ذا فوليوم اوف اير فطبعا يطلع مكانه ووتر فبيقول لك ليه بقى؟ ليه ذا ووتر ليفل ان ذا سلندر رايزز اب 1 اوفر 5 when the candle is put off لما الكاندل بتطفي هقول له ايه؟ هتقول لي ايه يا هادي؟ Because the air inside the cylinder loses one of its components. ماشي صح او ممكن اقول because water لان الميه مالها replace طيب اقول السؤال ده ولا because water replace الميه حلت محل the amount of oxygen الميه حلت محل الاكسجين اللي هو موجود فين او اللي حصل له ايه ذات كونسيومد ديورينج او كونسيومد على طول ان بيرنينج اقول تاني ايه اللي خلى الووتر ليفل انكريز 1 اوفر 5 وين ذا كاندل بوت اوف ايه اللي خلى الميه تطلع بيكوز ووتر ريبليس ذا اماونت اوف اوكسجين لان الميه حلت محل الاكسجين ذات كونسيومد ان بيرنينج فاهم يا اياد فاهمين يا ولاد؟ Because water replace the amount of oxygen that consumed in burning حلت محل الأكسجين اللي استهلك في الاحتراق.
ممكن نقول بدل amount place مكان الأكسجين. يعني تقولي ايه تاني؟ قوليها كده. بتبقى because water replace the place of oxygen يعني مكان الأكسجين. The place of oxygen ماشي. The amount of oxygen is the place of oxygen ماشي اوكي. بس هم تقولي على طول the oxygen بقى أو that in the cylinder ماشي كمل. بس بلاش الترجمه اللي هي الكلمه اللي تكون في دماغك بقى عايز اكتبها، فاهم قصدي؟ يعني بلاش انا حل مكان الاكسجين. ماشي اوكي عامه تبقى صح شويه. اهم حاجه الفكره تكون وصلت للمدرس بصحة، يبقى عايز خلاص فكره معينه او حاجه معينه تبين ان الطالب ده كاتب الاجابه صح فيها اصلا. بعد كده نمبر 3 جمانه. Ozone layer has great importance because it protects the earth by absorbing ultraviolet radiation coming from outer space. برافو عليك. يبقى ليه يا مستر الاوزون لاير has a great importance، ليها فايده عظيمه او مهمه. اقول له طبعا because it protects، ان هي بتحمي earth from طبعا harmful radiation اللي هي harmful which come from outer space اللي هي ultraviolet. Because it protects Earth. هبعت لكم نموذج الإجابة بقى. Because it protects the Earth from harmful radiation that comes to the Earth. اللي بتوصل للأرض. تمام؟ حد مش فاهم موضوع الأوزون لاير؟ الأوزون لاير اللي هي O3 اللي هي 3 أكسجين أتومز O3 دي بروتكت، بتعمل إيه؟ بروتكت Earth the planet from the harmful radiation which come from outer space. من الأشعة الضارة اللي بتيجي من الفضاء. طيب يلا يا إياد معتز مين نمبر 1؟ الأول الأول الفيجر ده ريفيرز تو إيه؟ The preparation of the oxygen. برافو. أكسجين preparation دوت يعتبر يا مستر لو قال لي سألني في الامتحان أعرفها إزاي؟ الإكسبيرمنت واضحة، الاكسبيرمنت بتاعتنا واضحه، واضحه ان في اكسجين بابلز طالعه اهيت وبيعمل ريبليسمنت للووتر داون وورد، صح؟ يبقى ده اكسجين بريبريشن. طب مين نمبر 1 يا اياد؟ هيدروجين بيروكسيد. بالظبط. ليه ما قلتش على نمبر 2 هو الهيدروجين بيروكسيد؟ عشان ده منجانيز دايوكسيد اللي هو اس كاتاليست. لان الهيدروجين بيروكسيد معروف ان هو ليكويد، فاهم؟ هيدروجين. ايوه هيدروجين بيروكسيد. وزي ما انت قلت نمبر 2 هتكون منجنيز داي اوكسايد. منجنيز داي اوكسايد. تمام يا اياد. يلا يا ادم كمل. 3 اوكسجين. نمبر 3 هو اكيد طبعا الاكسجين جاز. اوكسجين. نمبر 4 الووتر. الووتر. برافو. طبعا الاكسجين يا ادم از كولكتد باي dilute ثانية واحدة is collected by downward displacement of water. Downward displacement of water. Give reason. Because oxygen is scarcely dissolving in water. Bravo. Because oxygen is scarcely dissolving in water. يعني scarcely dissolving in water يعني little in dissolving in water. قليل يعني. Scarcely. يعني الأكسجين يطلع. يدوب في الميه؟ لا مش هيدوب، او قليل قوي، فيزق الميه لتحت، يفضل يتجمع، فلما يتجمع يضغط على الميه ويزقها لتحت، يبقى اسمها ايه؟ downward displacement of water. Oxygen is collected by downward displacement of water. Give reason. سؤال مهم جدا. Because oxygen is scarcely dissolving in water. Number one, the weight newton equal the mass times. ال weight equal mass times كام؟ ال weight لو انا عرفت عايزين نجيب ال weight equal mass times 10. mass times ايه؟ 10. يلا سؤال تاني. Hydrogen peroxide decompose in presence of dioxide to oxygen and water. المفروض يبقى عارف انت المنجنيز دي كويس، يعني كلمه دي كلمه اساسيه. ده هو هيسالك في الامتحان يقول لك المنجنيز دايوكسيد دوت ليه كاتاليست. It works as a catalyst to speed up the reaction. برافو عليك يا جمال. Because it is a catalyst. أنا بسألكم، أنا بسأل بقول زميلتك اختارت oxygen and water، بقول لها what is the importance of manganese dioxide in oxygen preparation. What is the importance of manganese dioxide؟ احنا قلنا ان هو catalyst
catalyst speed up the reaction. يعني يا إسراء بيساعد عامل مساعد كلمة catalyst يعني عامل مساعد بيسرع الرياكشن. طيب اياد معتز تمام نمبر 3 a body mass on earth is 30 kilograms so its weight on moon equal 50 newton. جبتها ازاي بقى 50 نيوتن؟ بالراحه كده ما بعرفش. بص يا مستر انا دلوقتي معايا 30 كيلوجرام ماشي اللي هو الماس معايا الماس برافو. هو بيقول لي عاوز الويت المون اللي هو الماس اون ايرث ماشي هو عاوز الويت المون. طب انا معيش الويت اون ايرث عملت ايه؟ عملت ماس باي 10 عشان اطلع الويت اون ايرث فعملت 30 باي 10 ايكوال 300 نيوتن كده انا معايا الويت اون ايرث عشان اعمل عشان اطلع الويت المون فعملت عملت هو ويت ديفايد 6 ايوه عملت ويت اون ايرث اوفر 6 ديفايد 6 أيوة. يعني كده ايكوال 300 اوفر 6 ايكوال 300 اوفر 6 ايكوال 6 ممتاز يا ما شاء الله عليك صح كده. بص تاني يا اولاد كده اياد بيقول لي يا مستر انا دلوقتي معايا الماس اون ايرث ما ينفعش اجيب الويت اون مون الا لما اعدي على الويت اون ايرث الاول وانا قلتها لك كذا مره. هو بيقول لك if the mass on earth 30 so its weight on moon ما حدش يستعجل انا ما سالتكش على mass on moon لو mass on moon كنت هتختار نفس الرقم 30 برضه لكن انا سالتك على الويت on moon. طب انا ما ينفعش اجيب الويت on moon الا لو كنت جبت الويت on earth الاول زمان ايه؟ يعني احنا قايل له كده الويت الامتحان لو انا بحلها كانها بروبلم اقول له الويت on earth equal الماس باي 10 الماس بكام؟ 30 باي 10 طلع فيها 300 نيوتن بس ده على الارض كده اون اير نايس اجيبها اون مون اجيبها اون مون انا عامل ايه؟ انا عاملها ديفايدد 6 او تايمز 1 اوفر 6 الاثنين صح هي اللي حافظها زي كده صح كده صح اروح انا قايل له ايه؟ يبقى الويت اون مون اللي انت عايزها 300 دي ديفايدد 6 هيطلع فيها 50 نيوتن مش كده اخترت 50 تمام؟ يبقى ما ينفعش اجيب الويت اون مون الا لو انا عديت الاول يا كرولوس اقفل الكاميرا الا لو انا عديت الاول على الويت اون الا لو عديت الاول على الويت اون ايرث فاهمين؟ طيب بعد اياد معتز ادم ريسبيريشن كومباشن برودوس كربون دايكسايد ريسبيريشن اند كومباشن برودوسز كربون دايكسايد هنا بقى كلمه ايه؟ برودوسز بينتجه تانية كانت كونسيوم يستهلكه هنا بروديوسز كاربون دايكسايد يس تمام يا ادم برافو كوريكت اسراء اكرولوس قصدي مستر نعم هي مستر في الاجابه اللي في الكاتاليست اللي حضرتك كنت لسه بتقول عليها ايوه ممكن نقول اجابه هي صح ولا غلط قول Because it used as a catalyst that doesn't change its quantities and properties due to chemical reaction. بس انت كنت بتتكلم يا ادم عن ال properties بتاعت الكاتاليست صفاته ان هو doesn't change in quantity and properties in chemical لا انا عايز عارف لو قلت because it is a catalyst ممكن تبقى اوكي تتحسب صح. يبقى ليه بنستخدمه في ال في الاكسجين preparation اللي هو it is a catalyst بس مش هتفيد خالص اللي انت كتبته بقى اللي هو doesn't change the quantity بتاعته. طب انا بسالك ليه هو بيستخدم في الاوكسجين بريبريشن هتقول لي لان هو كاتاليست سبيد اب ذا رياكشن فاهم هو فايدتك ايه ان انت كاتاليست هتمشي ممكن حد كده ممكن يعني بيعتبر الاجابه صح لحد كده تمام بس الاصح بقى لو الطالب الشاطر اذا كاتاليست سبيد اب ذا رياكشن فاهم لو قال لك بقى وات از ذا بروبرتيز اوف كاتاليست اللي انت قلتها بقى ايه صفات الكاتاليست اللي هو دازنت تشينج ان ذا رياكشن ان اتس كوانتيتي اور شيب مثلا ما بتغيرش في الكوانتيتي بتاعه ولا الشكل بتاعه بيتغير ده كده البروبرتيز بتاعت الكاتاليست فاهم؟ تمام يلا كرولوس ذا نودر البكتيريا نودر البكتيريا فيكس اير اوكسجين سوري نايتروجين اوكي هما الاثنين تحتهم خط او فيكس اير ماشي هي اوكسجين عادي ما ممكن الاير اوكسجين ان ذا روت اوف ليجمس بلانت نيتروجين نيتروجين طبعا اكيد الندر البكتيريا بتثبت مين النيتروجين يلا يا عايز اي حاجه يا اياد لا يا مستر
ماشي هاي. spinal cord. spinal cord. إسراء مش إحنا قلنا إن المسؤول عن الريفلكس أكشن السبينال كورد لما إحنا قلنا دول سكرتير المخ، وسكرتير المخ هو اللي بيتصرف في الحاجات الخطر اللي هي الريفلكس أكشن. أنا كنت هيحصل لي عملت withdrawal from my hand quickly when I touch thorny plant، لو أنا لمست نبات شوفي شوك بسحب إيديا بسرعة. قلت لكم مين بيتصرف؟ يبقى طبعا مين هنا المسؤول عن الريفلكس أكشن؟ أكيد السبينال، سبينال كورد. سبينال كورد. يلا يا جمانة. Common balance scale is used to measure big masses as vegetables. هنا طبعا مش sensitive. طب لو انا هصلح، لو انا هسيب sensitive يا جمانة وهغير big masses ديت، هتبقى small masses as jewelry. برافو عليك، small masses as jewelry or مثلا chemicals اللي هي مواد كيميائية. لكن انت هنا قلتي ايه؟ balance scale أو common balance. أو common balance ينفع الاثنين صح، برافو عليكي. common balance أو ممكن أقول balance scale. آدم دخلت؟ تمام لسه أسرع من ده. أوكي. common balance أو الـ one arm scale. common balance اللي هو أو الـ two arm scale balance ممكن أقول كده. بس المهم ما أجيش ناحية السنسيتيف خالص. اللي هو قال لي big masses. تمام يا جمانة؟ اياد معتز. انا مس we can measure the temperature accurately by touching. غلط يا مستر، by thermometer. accurately يعني يا ولاد يعني بدقه. هل احنا نقدر نقيس temperature بدقه عن طريق التاتشنج touching سنس حاسس اللمس؟ لا طبعا، اكيد by thermometer. لسه ينفع اقول حاجه؟ قول يا حبيبي. لو لو هنعمل ميجر التمبريتشر للهيومن هتبقى بالميديسال بالميديسال ثرمومتر، لكن لو الليكويد ميديكال تبقى سليسيوس. ميديكال ميديكال تمام، برافو عليك. لكن لو الليكويد يبقى ايه؟ او الليكويد يبقى ايه؟ سيلسيوس. يبقى سيلسيوس تمام، سيلسيوس. جيف ريزون ادم. وي وير هيفي كلوز ان وينتر تو كيب ذا بادي وورم. To keep the body warm. ليه بقى؟ Because wool is a bad conductor of heat, doesn't let the heat loss through it. برافو عليك. يبقى ليه we wear heavy clothes in winter؟ ليه بنلبس ملابس تقيلة أو wool clothes in winter؟ You know, because it is bad conductor of heat, keep the body warm. يبقى الأول لازم الأول لازم مين بيتكلم؟ أنا يا مستر، أنا يا مستر. في حاجة؟ إيه يا جمال؟ نعملها بس بطريقة تانية. قولي. Because they made of wool that is an insulator keep the body warm and prevent the leakage of heat. برافو عليك، ممتاز. طبعًا ليه يا أولاد؟ لأن هي طبعًا أكيد الهيفي كلوز ميد أوف وول، because wool is a bad conductor of heat أو heat insulator prevent the leakage of heat and keep the body warm. بيمنع تسرب الحراره وبيحافظ على الجسم وور. برافو عليك، صح كده. تمام، بعد ادم يلا كرولوس. The presence of constriction in clinical thermometer. طبعا clinical equal medical، عارفين الكلام ده كويس. clinical equal medical. ليه في بقى constriction؟ To prevent mercury from going back to the bulb quickly. برافو عليك، احنا كنا عارفين طبعا يا اولاد الميديكال اهو. ده طبعا لو هنحط بقى البيانات عليه تعرف تكلم مع بعض ممكن تيجي. دوت مين؟ مين دوت يا كرولوس؟ لو انا مش هقول لك على نمبر 1 دي. ده ميركوري بال. ميركوري بال، برافو. ده كده يا اولاد ميركوري بال. طيب مين نمبر 2 دوت يا اياد معتز؟ نمبر 2 يا مستر ده اللي هي كابيلاري تيوب. برافو، اللي هي الكابيلاري تيوب. ممتاز، كابيلاري تيوب. طيب مين نمبر 3 يا جمانة؟ كونستريكشن. الكونستريكشن، برافو، ده الكونستريكشن. طب مين نمبر 4 ده يا ادم؟ ترانسبيرنت جلاس تيوب. برافو، ترانسبيرنت جلاس تيوب، ممتازين. ادي كل الليفلز بتاعت الترمومتر، وطبعا السكيل بتاعه فروم 35 تو 42. يعني عندي كذا طريقه اعرف الرسمه لو جات لي في الامتحان. لو لقيت كونستريكشن يبقى ميديكال اللي هو الكلينيكال. طب ما خدتش بالي والصوره مش واضحه،
السكيل لو لقيته من 35 يا اسراء ل 42 يبقى انا مغمض كده اقول له ميديكال ثيرمومتر او كلينيكال ثيرمومتر. فهمنا؟ يعني لو الكونستريكشن مش واضح هقول له ان هو ابص على السكيل بتاعه التدريج بتاعه. تمام؟ عندي طريقتين اهو. وطبعا ليه في كونستريكشن؟ تو بريفنت الميركوري فروم جوينج باك تو اتس فالف كويكلي. نمنع الميركوري ان هو يرجع بسرعه، عامل له مطب كده عشان الميركوري ما يرجعش بسرعه. تمام؟ كرولوس سوري الدور على اسراء. كرولوس جاب صح؟ كان اخر سؤال. اسراء كلير لاين موتور از يوزد تو ديتكت ذا بريزنس اوف كربون دايكسايد. ليه اللاين موتور بيحصل له ايه؟ كلير لاين موتور از يوزد تشينج تو ميلكي. هقول له بقى ايه؟ بيكوز كربون دايكسايد اللي هو السي او 2، انا بكتب بس في الكلام، بيكوز سي او 2 اللي هو الكربون دايكسايد يعني بيعمل ايه؟ تربت كلير لاين موتور. يعني ايه كلمه تربت؟ يعني بيعكر. كلير لاين ووتر. بس ليه برضو لو قال لي ليه؟ لو انا حبيت اكمل. ليه يا مستر؟ بيكوز ات فورم كالسيوم كربونيت which doesn't dissolve الموتور. تاني كده؟ ما هو اللاين موتور ده لما بيمر فيه الكربون دايكسايد بيعكره. ايه اللي خلاها تربد او ميلكي؟ ايه اللي خلاها تربد او ميلكي؟ تربد يعني متعكر او ميلكي. هتقول لي يا مستر due to the formation of calcium carbonate، لان اتكونت ماده اسمها كالسيوم كربونيت عباره عن وايت بي بي تي. كلمه بي بي تي يعني راسب بريسيبتيت، اكتبها بي بي تي عادي مفيش مشكله خالص. وايت بي بي تي مالها يا مستر؟ doesn't dissolve in water. في ماده اتكونت لونها ابيض مش راضيه تدوب في الميه فعكرت. من المادة دي اسمها ايه؟ كالسيوم كربونيت. فاهمين يا ولاد؟ يبقى ايه اللي خلى اللاين موتور جيت تربت؟ او سوري ليه اللاين موتور يوز تو ديتكت كربون دايكسايد؟ اقول له بيكوز كربون دايكسايد ميك لاين موتور تربت او ميلكي ديو تو ذا فورميشن اوف كالسيوم. الطالب بقى الشاطر بيكمل بقى، او لو جالي جبريزو ديو تو ذا فورميشن اوف كالسيوم كربونيت نتيجه تكون الكالسيوم كربونيت which طبعا وايد بريسيبتيت او وايد بي بي تي دازنت ديزولف ان واتر، او ممكن تقول لي ويتش دازنت ديزولف ان واتر على طول اللي مش هيدوب في الميه. يلا يا اياد ابراهيم. Find the weight of the body of moon surface it weight on earth 3360. هنعمله weight on earth divided 6. برافو عليك. لما اجي اجيب الويت اون moon surface equal the weight on earth اللي عندي divided 6 يعني كام؟ 360. طبعا دي سهله ومباشره خالص. divided 6 يطلع فيها كام؟ 60 نيوتن. برافو. تمام يا اياد. ادم what happened؟ الاسئله يا جماعه دي كلها مهمه. Your knee what? joint is fairly immovable joint. هو الاول الني يا ادم from which joints؟ slightly movable joint. بالظبط slightly movable joints. طيب لو كان بقى freely movable joint it will move in all direction. برافو عليك. هيحصل له ايه طبعا؟ اكيد it will move in all directions. هيتحرك في كل الاتجاهات. برافو. تمام يلا يا جوفان. انت ما جاوبتيش صح؟ اللي جاوبتي. اوكي. لا كرولوس مش جاوبتي يا مستر. ما جاوبتيش بعد اياد ابراهيم؟ لا. تمام يلا. اوكي يا جوفان. What happened when the middle oblongata? It will leads to death because it controls the involuntary process as heartbeat and movement of digestive system, bravo movement man of respiratory system during breathing. What happened if the damage happened to the middle oblongata? يعني أنا دائما أفكر نفسك مرة السؤال بالذات what happened. يعني دائما تقول كلمة كده what happened when damage in the middle كده لازم. عشان في ناس بتسمع تفتكروا ساينتفك سوري تفتكروا جيف ريزون ولا حاجه بتخش في سكه ثانيه. فدايما فكر نفسك وات هابن وين دامج ان ذا ميدالا بلونجيتا. هتقول له ايه؟ زي ما قالت جمانه ات كويل كوزز ديث هيسبب الوفاه كوزز ديث. ليه بقى يا مستر؟ بيكوز ات
control the involuntary movement بتتحكم في الحركات اللا إرادية. تخيل حاجة بتتحكم لك في حاجات أنت ما تقدرش تتحكم فيها وعطلت. يبقى يحتوي إيه؟ Twill causes this. Because it controls the involuntary movement like heartbeats, movement of the respiratory system, movement of the digestive system. تمام يا ولاد؟ دي كده exam 4 و 5 و 6. إن شاء الله يكونوا سهلين وبعت لكم الموديل أنسر بعد ما تحلوهم، اعملوا كده كوريكشن كده ليهم وشوفوا هتجيبوا فيهم كام. الأول طبعا حلهم غايبا كده لوحدكم وشوفوا هتجيب فيه كام. وعندك الموديل أنسر هبعته، ما تفتحوش إلا لما تكون خلصت. شوف مستواكم هيبقى عامل إيه يا ولاد. وإن شاء الله برضه هنزلهم، هنزل الحل بتاعهم على اليوتيوب لو في حد ما كانش فاهم فيها فيه حاجة يعني، هنزل حل 4 و 5 و 6. إن شاء الله تمام. عايزين بس إسراء تشد شوية، إسراء تشد شوية إسراء في المراجعة بتاعتك. تمام، في أسئلة مشهورة يا إسراء وفي حاجات إحنا حليناها كتير، تك عليها شوية وفي المراجعة فيما لازم المراجعة على الحاجات إحنا بعتها لكم، ذاكريها كويس. في أسئلة مهمة طبعا، دي أسئلة مهمة جدا، ست نماذج امتحانات دول مهمين.